وبمناسبة السلم ندعو في هذه الحلقة وفي أولها هكذا للجيش المصري وقوات الردع من الشرطة، وأيضا الشعب الكريم الذي أعلن هذه الحرب المقدسة ضد أولئك الأنجاس الأرجاس الإرهابيين من الداخل ومن الخارج يا مولانا، من الداخل ومن الخارج، حتى نستأصل شأفتهم ثم نلتفت لبناء حضارتنا كما فعل الأوائل من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أمين يا رب العالمين. ظلوا يحاربوا هذا البلاء من 37 إلى 82، 45 سنة وهم يحاربونه. إن شاء الله يصدق أمر الرئيس لقائد القوات بأنه ينتهي منهم في 3 أشهر إن شاء الله، ويطهر البلاد والعباد، ثم نلتفت بعد ذلك لبناء حضارتنا على ما ينبغي. نحن كما قيل يد تبني ويد تحمل السلاح، ندافع عن حياضنا وعن ديننا وعن أرضنا وعن عرضنا، والحمد لله رب العالمين. فهذه رسالة إلى الجيش المصري، أولئك الفرسان النبلاء، إلى الشرطة المصرية، إلى قوات إنفاذ القانون، إلى الشعب الكريم صحيح. الذي يقف ظهيرا لكل هذا. اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. نحن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالنصرة العاجلة، وأن يحقق الله فيهم وعده، وأن يرينا فيهم نصرة. سيهزم الجمع ويولون الدبر، ونعم سيولون الأدبار، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قتلانا شهداء وهم في الجنة، وقتلاهم كلاب النار كما أخبر رسول الله وهو الصادق المصدوق. وعلى ذلك فرسالة أخرى لأولئك الإرهابيين، توبوا قبل الفوت والموت، فإنكم على ضلالة، بعضكم من المغضوب عليه لأنه يعرف الحق ويحيد عنه، وكثير منكم ضالون، ولكن الله لا يظلم أحدا. وما دام قد قدر عليك هذا الموقف فاعلم أنك في ضلال مبين وبعيد، وأن الله قد حكم عليك بهذا لمن قد علمه سبحانه وتعالى في قلبك من غل وحقد وجهل وغباوة. ولذلك فتوبوا إلى الله جميعا وارجعوا قبل الفوت وقبل الموت. يعني حتى حينما يشير السيد الرئيس، نحن أصبحنا على قلب رجل واحد، يعني القلوب في الشارع أصبحت متناغمة ومرتبطة ارتباط روحي مع أبناء الجيش المصري. مدح رسول الله مصر وأهل مصر، ومدح الجيش الغربي، ونحن الجيش الغربي لأن كنا في غرب المدينة المنورة، مدحه مدحا كبيرا. وصدق رسول الله، رأينا هذه الانتصارات في الجيش المصري، وكيف يتلاحم المصريون ضد كل عدوان وبغي، وكيف يدحرون أعداءهم بشكل عجيب يعني غريب. انظر ما حدث مع التتار، انظر ما حدث مع الصليبيين، انظر ما حدث مع الحملة الفرنسية، انظر ما حدث مع الإنجليز، انظر ما حدث مع كل هذه الطوائف التي اعتدت علينا، فإنهم يعني رجعوا خاسئين والحمد لله رب العالمين. وسينصرنا الله سبحانه وتعالى، ومن ينصره الله فلا غالب له.